معناته ايه الحديد ده سنيور؟ يعني اضحك علي؟ اشتريت شويه حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي نضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف، والدليل اهو دي المفروض انها قنبله، اول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وهتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبله القنبله في شنك. ما قلت لك حته حديد خرده في شنك بتطلع دخان وبتنفجرش. كده كده يا ستيف تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي. يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان ضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم، انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك. لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور. كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، واتقتلوا فطيس كده، اتقتلوا فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المرة دي اللي هتسمع كلام انا. انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجة اسمها عيلة حسان وعيلة البنداري، النجع كله بقى عيلة واحدة وفيها ملك واحد بس، هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك الناجع، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله ده، يبقى يوم المنى على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كدك دي، ايه عفريت بلع اهو. واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. افتكرت، ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس؟ اه، من يوم ما سرقت الفلوس محدش لمسه. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندرية عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم واحد من امريكا الجنوبيه هبله يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد زراعه الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طوحتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني ايه يا مناع؟ تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. هعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي ربنا هينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركة! اوعى تضرب! اوعى تضرب! ما تضربش! بتبصص على النسوان؟ انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول! محاسب؟ اه والله العظيم! الحياة يا مرة! انت عبصت علينا! اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص! في ايه يا شاهين؟ لقيت واقف بيتجسس علينا من غاية ابوي. الراجل قليل حياة ده كان متداري وسط الدرع يبص علينا. خلاص يا نفيسة روحي. ادخل يا حرمة منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج. الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها، ومش قصدي حتى اسالوا مناع بيه صاحب العزبه. هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك. اللي انت عملته ده عيب. وانا اعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني؟ سالت مناع بيه وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض. تقوم تجرب نواحينا؟ قلت حياه. الجوع الجوع يا ابن عمي، قلت اتسلى وادور في الارض يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص
شاهين. ايوه يا ابوي. رجعوا مطرحه ونبه على المجاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي قدامي، واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذر تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا ما هقولكوا ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كد كده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر. انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت تلمكم، وده حقكم ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير واقف يا حضره الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتاكدت انهم ناس شرفه ومكافحين، ومناع هو املهم في حياه كريمه. انت فحصت اراضيهم كلها؟ واثق انهم ما بيزرعوش اي حاجه مخالفه ولا سبق لهم زراعه اي مخدرات. انا فحصت التربه دي كويس، واضح انها ارض بكر وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. انا شايف اصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول. وفي عند ستك الكميات والاسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين. عموما يا حضره الضابط انا كده ارتحت، مع السلامه. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو